والآن إلى السوشيال ميديا التي نخصصها عشية تنصيب الحكومة إلى تفاعلات النشطاء. انتشر في الساعات الأخيرة فيديو يوثق لحظة توقيع الاتفاق الائتلافي بين إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي المستقبلي وبين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. في الفيديو يتفاخر بن غفير بحصول الشرطة بقيادته على 45 مليار شيكل. نشاهد ومن ثم نقرأ التعقيبات. في التعقيبات نقرأ أولا تعقيب الصحفي بن كسبيت الذي كتب يقول: امنحوا هذا الفيديو عنوانا، أنا أقترح، أي بن كسبيت، اللدغة في 60 ثانية أو سرقة في وضح النهار. من التعليقات على هذا الفيديو الذي يكشف الكثير من تفاصيل عملية الاستغلال التي تعرض لها نتنياهو، كتب روي: شاركت في جنازات سابقة بدا فيها الناس أقل حزنا من بنيامين نتنياهو الذي فهم أنه يمنح بن غفير السيطرة على الدولة. أما أدار فقد كتب، يعني بعد أن شاهد نتنياهو يتعمد التوقيع على هذه الاتفاقيات، كتب أدار: هل هذا واضح فقط بالنسبة لي أن بنيامين نتنياهو يقوم بالمصادقة على هذه القوانين الوهمية حتى تقوم المحكمة العليا بإلغائها، ومن ثم يتجه للطعن في سلطة المحكمة العليا ويحاول تحجيمها أكثر فأكثر. من بنيامين نتنياهو ننتقل إلى تحديد حرية الصحافة. أثرت تغريدة نشرها الصحفي الإسرائيلي إسرائيل فري وهو حريدي يساري غضب الكثير من الإسرائيليين وتحديدا من المتطرفين. في هذه التغريدة كتب فري: انظروا لهذه البطولة، لقد قطع كل الطرق من نابلس إلى تل أبيب، ورغم أن جميع الإسرائيليين حوله يشاركون بطريقة أو أخرى في قمع وتحطيم أبناء شعبه، لكنه بحث عن هدف شرعي وامتنع عن المساس بالأبرياء في عالم سوي كان سيحصل على جائزة. طبعا هذه التغريدة عن منفذ عملية. وبسبب التغريدة اعتقلت أو اعتقلت شرطة فري وأخضعته للتحقيق دون الحصول على الموافقات اللازمة التي يتطلبها التحقيق مع صحفي، وتحديدا عندما يدور الحديث عن إبداء رأيه وليس التحريض. الطريقة التي اعتقل فيها فري كانت أيضا ملفتة باختلافها وتطرفها، إذ استدرج فري من قبل الشرطة على أنه مصدر يريد أن يزوده بمعلومات، وتم اعتقاله ووضع الأصفاد في يديه وكأنه مجرم. عن عملية الاعتقال هذه، اعتقال الصحفي فري التي شغلت الصحفيين والنشطاء، وهناك من رأى بتنفيذ الاعتقال بهذه الطريقة أنها لمسات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير. عن هذا الموضوع كتب ديفيد: إسرائيل فري تم إطلاق سراحه دون شروط مقيدة، والحكومة الجديدة هنا بالفعل حكم فاشي ويريدنا ضعفاء وخائفين. أما إسرائيل فقد كتب إسرائيل اعتقل للتحقيق معه بتهمة التحريض. يائير نتنياهو ابن بنيامين نتنياهو يستمر في بث الشيطنة والتحريض في الراديو، هناك من اختلط عليه الأمر. أما التعقيب الآخر ليوئل الذي كتب: يجب على كل صحفي محترم أن يحتج بشدة على اعتقال الصحفي إسرائيل فري، كل مواطن يخشى على الديمقراطية في إسرائيل يجب أن يصدم بالاعتقال، والشيء الرئيسي الذي يجب أن نشعر به هو عدم الخوف أو على الإطلاق أو بشكل نهائي. هذه طبيعة الحياة أو الحرية الصحفية التي يمكن حدها بما يخص الحكومة الجديدة. إلى هنا مشاهدينا الكرام نأتي إلى ختام جولتنا البانورامية، شكرا لكم على طيب المتابعة.